مذبحة غزة أجديدة هي؟ ليست بجديدة. والناس يعجبون، مما يعجبون؟ هذا ليس بشيء حادث ولا بشيء جديد، هذا فصل في كتاب التدمير، هذا فصل في كتاب الإبادة والتطهير العرقي على حسب ما قررته التوراة المزعومة المحرفة التي يؤمن بها القوم. هذا يفعلونه بكم معشر المسلمين باسم الرب الإله إله الجنود بوعد موعود. هذا الذي يصنعون، يتقربون به كما يتقربون بدماء الذبائح الكفارية على باب ومذبح الهيكل الثالث المرتقب، هذا كله من أجل إعادة الهيكل، هيكل سليمان، لبناء الهيكل الثالث، لأنه لا تصح لهم عبادة ولا يقبل منهم قربان إلا إذا أقاموه، ودون إقامته دس ومكر وخديعة وسفك للدماء وهتك للأعراض وتدمير للديار وثورة تثور يظنها الناس حادثة جديدة، وما هي إلا فصل في كتاب بئيس. وتأمل في هذا التاريخ، تاريخ المذابح التوراتية، كيف وقعت فصولها تباعا في العصر الحديث،